رئاسة الجمهورية تصدر مرسوما بتعيين السيد محمد بن بلال مسعود وزيرا أولا. وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية تنظم ورشة حول التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأزر تضع حجر الأساس لمرافق خدمية وتعليمية وزراعية في ولايتي العصابة والحوض الغربي. مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى مسائية الموريتانية، معكم محمد البتيدي. مساء الخير القالية متعمر شين. مساء الخير قالية. كما نرحب كذلك بزميل سلمو الحميدي الذي يرافقنا في هذه المسائية في الجزء الاول منها بلغة الإشارة. أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين السيد محمد والبلال مسعود وزيرا أول. كان رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني قد استقبل ظهر اليوم بالقصر الرئاسي السيد محمد والبلال مسعود وكلفه بتشكيل الحكومة. وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة أدلى الوزير الأول بالتصريح التالي: استقبلني الآن فخامة رئيس الجمهورية، حيث تبادلنا في هذا الاجتماع تشخيص الوضعية الوطنية من تداعيات هذه الأزمة العالمية، وكذلك تم تشخيص عمل الحكومة المستقلة. وعقب هذا التشخيص طلب مني صاحب الفخامة تشكيلة وقيادة الحكومة المقبلة، وقبلت بكل سرور هذا الطلب، وانتهز الفرصة لأشكره على هذه الثقة، وإن شاء الله ستكون حكومة بإذن الله قريبة من المواطنين كما قال صاحب الفخامة، ومهتمة بهمومهم حتى إن شاء الله نتمكن من تجسيد على أرض الواقع طموح صاحب الفخامة لهذا البلد العزيز. احتضنت سلطة منطقة وذيب الحرة صباح اليوم لقاء جمع رئيس السلطة سيد محمد علي السيدي محمد بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا سيدة سينثيا كريشتا. تم خلال اللقاء متابعة عرض مفصل حول المقدرات الاقتصادية والتنموية للمنطقة والمزايا التي تتيحها للمستثمرين والخطط والمشاريع المستقبلية في هذا القطب التنموي. جرى اللقاء بحضور الأمين العام لسلطة منطقة وذيب الحرة سيدة سيدي مولود والإبراهيم والهمدات وعدد من المسؤولين بالسلطة. نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اليوم بنواكشوط ورشة حول التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. تهدف الورشة المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى تحليل ومراجعة الاستراتيجية التي أعدت عام 2010. الرشوة ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة، لذا نفذت بلادنا العديد من المسارات لتعزيز مكافحتها، منها المصادقة على اتفاقيتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المتعلقتين بمحاربتها. محاربة الرشوة تتطلب التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لتوحيد القواعد المتعلقة بمكافحتها والتحديث المستمر للاستراتيجيات الرامية إلى القضاء عليها. لي قناعة تامة بأن أي منهجية لمكافحة الرشوة يجب أن تقوي التنسيق والتفاعل بين الجهات المؤسسية الوطنية والدولية لتوحيد القواعد والممارسات في هذا المجال، وأن توحد كذلك وسائل التدخل عندما تملي الضرورة لذلك. وعليه فإن تحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة يتطلب منا جميعا تنسيق أعمالنا وجهودنا. يجب علينا أن نطمح لنجعل من هذه الاستراتيجية إطارا مرجعيا لسياستنا الوطنية لمكافحة الرشوة بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. السيد أنطونيو أنقرورانو ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية قال إن الرشوة تؤثر على البلدان بشكل عام،
وعلى تحقيق معظم أهداف التنمية المستديمة بشكل خاص، كما تقوض أسس السلام والاستقرار والتماسك الاجتماعي. السيد أنطونيو أشار إلى أن الرشوة تتسبب في تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والظلم والإقصاء، وتخل بسيادة القانون وتلوث مناخ الأعمال، وهو ما ينعكس سلبا على الاستثمار الأجنبي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. أنطونيو جدد التزام منظمته بالتصدي لظاهرة الرشوة ومحاربتها ضمانا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. التقرير موضوع الورشة يسعى الخبراء والمشاركون في الورشة إلى نقاشه وتحيينه لمواكبة المسار الرامي لمكافحة الفساد والرشوة. نحن الآن نحضر تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعدت من 2010، وهذه الورشة أساسا تحيينها مراجعتها من لجنة مواكبة المسار الحالي اللي نعيشه من مكافحة الفساد، مكافحة الرشوة. الورشة تهدف إلى تحديث الرؤية الاستراتيجية ووضع خطة عمل للبرامج والمشاريع ذات الصلة بمكافحة الرشوة في بلادنا، كما تهدف أيضا إلى مراجعة القضايا الرئيسية التي يتعين حلها مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المعنية وتحديد الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة. في شرق البلاد أشرف الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر على وضع حجر الأساس لمرافق خدمية تعليمية وزراعية في ولايتي العصابة والحوض الغربي. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. مقاطعة بومديدة تشهد اليوم وضع حجر الأساس لبناء مدرسة ابتدائية في قرية الزيرة من أجل تعزيز التعليم في المقاطعة. الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر السيد صنبول سالم يشرف رفقة حاكم المقاطعة وبحضور السلطات الأمنية والمنتخبين على وضع حجر الأساس لهذه الابتدائية التي تساعد الأهالي على تعليم أبنائهم عن قرب. يشرفنا أن نتواجد معكم اليوم في قرية الزيرة لوضع الحجر الأساس لبناء مدرسة ابتدائية، والتي تمثل مطلبا شعبيا في لا شك بحاجة ساكنة في مجال التعليم. وتتكون هذه المدرسة التي تمثل تتجسد فيها لمسة تآزر على المدارس التقليدية من ست حجرات ومباني إدارية وسكن للمدير وكفالة مدرسية وسكن للحارس ومدخل وحائط. سكان البلدية بومديد ذمنوا هذه الجهود التي تقوم بها الدولة، مشيدين بالدور الذي تقوم به المندوبية العامة تآزر على المستوى الوطني، مطالبين بإعطاء العناية للمقاطعة وسكانها خصوصا من الشباب حملة الشهادات. أرحب بكم ترحيبا حارا خالصا، وأذمن باسمي وباسم ساكنة بومديد الجهود الجبارة والتوجهات الإصلاحية الكبيرة لرئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني وحكومته، كما أذمن الدور الكبير والمساهمة الفعالة لمندوبية تآزر في عموم التراب الوطني وفي بومديد على وجه الخصوص. وفي مقاطعة تام شكط وبلدية الصفا وقرية إريجي تحديدا، حيث سد زميميل الذي شكل أحد أهم المطالب الملحة للسكان من أجل الإسهام في زراعة العديد من الهكتارات ودعم السكان من أجل زيادة الإنتاج الزراعي ومكافحة الفقر. شرعت المندوبية العامة منذ بعض الوقت في إنجاز 12 سدا موزعة على ولايات العصابة وغورغول والبراكنة وقيديماقة والحوض الغربي، حيث يوجد سد الزميميل الذي نشرف اليوم على وضع الحجر الأساس لتشييده. يمتد سد الزميميل على طول 800 متر وبمتوسط ارتفاع متر، ويبلغ حوض مصب السد 35.7 كيلومتر مربع، وسيمكن من زراعة 40 هكتار تستفيد منها مئات الأسر.
سكان القرية عبروا عن فرحتهم ببناء هذا السد الذي سيسمح لهم في قرية إريجي من الزراعة والعمل على تحقيق اكتفائهم الذاتي والقرى المجاورة لهم من الزراعة، مطالبين في نفس الوقت بجملة من المطالب تعد من أهم المطالب المطروحة لهم، والتي من بينها توفير المياه الصالحة للشرب ودعمهم بالمشاريع المدرة للدخل. بهبيري ولي اليدالي لقناة الموريتانية من مقاطعة تامشكط. نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع اليونيسف صباح اليوم دورة تكوينية لصالح عدد من الوكلاء الصحيين في القطاع الطبي الخاص، وتهدف هذه الدورة إلى مكافحة العدوى والتكفل بمرضى كوفيد-19 والنظافة الصحية داخل المؤسسة الخاصة. 100 عنصر من الكادر الطبي في المصحات والعيادات من مختلف ولايات واكشوط الثلاث تم تكوينهم في هذه الدورة التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع اليونيسف حول الوقاية ومكافحة العدوى والتكفل بمرضى كوفيد-19 والنظافة الصحية داخل المؤسسات الطبية الخاصة. تندرج هذه الدورة في المخطط العملي لوزارة الصحة والذي تعكف عليه المصالح المختصة لرفع من مستويات عمال القطاع الخاص للتصدي لكل المخاطر المحتملة. ولهذا السبب فإن وزارة الصحة ممثلة بإدارة النظافة العمومية قد أقرت في خطتها الوطنية لهذا العام ضبط تنظيم النظافة العمومية وخاصة في ظل جائحة كوفيد-19. ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف فرانك بوفي أكد أن اتباع القواعد الصحية في المستشفيات يعد عاملا مهما لمنع العدوى وتعزيز المنظومة الصحية بصفة عامة، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعملان بشراكة على تطوير النظم الصحية في المراكز والمستشفيات من أجل التحسين من أدائها وتوفير الظروف المناسبة للمرضى. هذه الدورة التكوينية التي ستدوم 5 أيام سيتلقى المشاركون فيها عروضاً ومحاضرات حول أهمية النظافة الصحية داخل المؤسسات الطبية الخاصة وضرورة احترام البروتوكولات والمناهج الصحية التي يجب تطبيقها بكل صرامة. اختتمت مساء أمس في الحظيرة الوطنية أوليغات بمقاطعة واد الناقة أعمال دورة تكوينية لصالح عمالي وموظفي الحظيرة. شارك في هذا التكوين المنظم بالتعاون بين قطاع البيئة في بلادنا والمملكة الإسبانية مجموعة تضم مختلف التخصصات في مجال إدارة الحياة البرية. هنا في محمية الحظيرة الوطنية لأوليغات بولاية ترازة يستعرض الموظفون الميدانيون في الحظيرة مهاراتهم في حماية البيئة وإدارة الحياة البرية بشكل خاص بعد أن تلقوا خلال 3 أيام دورات نظرية وتطبيقية حول كيفية التعامل مع الأدوات والمواد المستخدمة في تخدير الحيوانات. وفي هذا الإطار يدخل تنظيم الحفل الختامي المنظم بمناسبة اختتام الدورة التكوينية والتي استفاد منها متخصصون في الإنتاج الحيواني ودكاترة بيطريون بالإضافة إلى حراس الغابات. هذا الحفل فرصه ليعبر لكم عن التزام وزارتنا والحظيرة الوطنية لأوليغات التي تحت وصايتها وشكرنا والتزامنا بتعزيز التعاون الذي يربط بلدينا في مجال حماية البيئة بشكل عام وإدارة الحياة البرية بشكل خاص. خلال هذا التكوين تابع المشاركون بكل الاهتمام المطلوب دورات نظرية مدعومة بجلسات عملية حول طرق التخدير الكيميائية وطرق الميكانيكية التقليدية المختلفة، كما تعاملوا مع الأدوات والمواد المستخدمة في تخدير الحيوانات وكذلك وسائل مراقبة صحتهم. المستشار الأول بالسفارة الإسبانية في بلادنا السيد خوسيه لورينزو أوتون نوه بأهمية الجهود المقام بها في المحافظة على البيئة وإدارة الحياة البرية في هذه الحظيرة، مضيفا أن هذا التكوين سيتيح فرصا أكبر في مجال السياحة وتحقيق التنمية المستدامة في الوسط الريفي، متعهدا بمواصلة الدعم في هذا المجال. ومن المنتظر أن يسهم تكوين هؤلاء العناصر في تحسين أدائهم الرقابي بغية تحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المجاورة لهذه الحظيرة. تتوصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات الأيام المفتوحة حول قطاع الثروة الحيوانية في بلادنا.
المزيد عن هذه التظاهرة محمد نتابعه في سياق التقرير التالي. هكذا تستمر أعمال الورشات في ثاني الأيام المفتوحة حول قطاع الثروة الحيوانية، مشاكل المنمين وتطلعات الرعويين وآمال المنتجين. بين هذا وذاك تتأرجح الآمال وتبسط العروض وتثرى النقاشات من أجل إيجاد الحلول وتذليل العقبات أمام قطاع يعول عليه كثيرا في إحداث نقلة نوعية لاقتصادنا الوطني. هذه الأيام المفتوحة على التنمية الحيوانية هي فرصة كانت يامس واليوم لمختلف الفاعلين النقاش وطرح الإشكاليات اللي تعيق تطور الثروة الحيوانية وتعيق دخولها في الاقتصاد الوطني. نعتبر على أن هذه النقاشات عنها نقاشات كانت صريحة وواضحة، وعلى أن القطاع المعني قابلها بعين الاعتبار. على هامش الأيام المفتوحة جاء تنظيم هذا المعرض المتنوع ليظهر ثراء المنتوج ويعدد العقبات كي توجد لها أنجع الطرق لحلحلتها. عندنا شيء من المشاكل نتلقاها في مصانع الألبان وفي قطاع الصناعة بصفة عامة، من أهم هذه المشاكل بدايتها هي أن نطالب بدعم المنمين ودعم صناعة الأعلاف وتوفير الأعلاف بأسعار ميسرة للمنمي، إذا كان نقدر نجبر المادة الخام اللي نصنع منها مواد الألبان ومشتقاتها. من أكبر المشاكل تعاني منها شرائك الألبان موريتانيا، والتحتاج لها أولا هو تخفيض الجمركة وملي تخفيض الأسعار للأعلاف للمنمين، للمنمين هم اللي يعطون المادة الأولية اللي نصنعوا بها الألبان. تتعدد المشاريع بهذا المعرض وإن زاوجت بين النوع والكم، حيث تجارب عديدة في مجالات متنوعة كإنتاج أعلاف الحيوانات وزراعة الخضروات واستخدام مدخلات زراعية وتربية الدواجن. لا شك أن مشاركة المرأة في التنمية وخصوصا في مجال الثروة الحيوانية مشاركة مهمة وضرورية، وغير تحتاج مازالت ياسر من المواكبة وياسر من التأطير وياسر من الوقوف مع المرأة اللي تعود عاد فاعل اقتصادي. أهم بعض المشاكل اللي تعيق زراعة الأعلاف وزراعة الخضار بصفة عامة، أولا عدم توفر الأسمدة المتخصصة فعلا، لأن موجودة في السوق دائما نوعيتين من السماد، الأسمدة الأخرى الفوسفاتية والبوتاسية صعب الحصول في السوق، وبالتالي نحتاج دائما نأخذها من الخارج. لا تقتصر تطلعات المنتجين على خفض الضرائب الجمركية، بل تشمل تقديم العون للمنمي والمزارع لتتوفر المواد الأولية لإنتاج الألبان والأعلاف وتسويق اللحوم الحمراء، وهو ما يتوقع أن تتضمنه مخرجات هذا اللقاء. وفي مدينة كيف عقد والي العصابة سيد محمد والأحمد مولود اجتماعا ضم السلطات الإدارية والأمنية في الولاية. قد حث الوالي السلطات الإدارية والأمنية على ضرورة تنفيذ مضامين خطاب رئيس الجمهورية القضية بتقريب الخدمات من المواطنين والحرص على رفاهية المواطن وإسعاده. وتم التأكيد في هذا الصدد على أن السلطات الإدارية ستعمل جادة على تطبيق مضامين خطاب رئيس الجمهورية من خلال الاطلاع ميدانيا على ظروف العمل المواطنين ومراقبة تنفيذ المشاريع التنموية ومتابعة تدخلات الدولة على المستوى المحلي. وإلى داخلة نواديب، حيث التقى والي داخلة نواديب والسيد يحيى والشيخ محمد فال بالسلطات الإدارية والأمنية والمسؤولين الجهويين بمباني الولاية. وبعد استعراضه لمضامين خطاب رئيس الجمهورية، حث والي الولاية على ضرورة التفاني في العمل وتقريب الخدمات التي تسدها المرافق العمومية من المواطنين من خلال التعامل معهم بروح وطنية وبدافع المصلحة العامة، مع التأكيد على ضرورة احترام أوقات الدوام وضمان حصول المواطنين على الخدمات الأساسية بشكل سلس وشفاف. كما أكد والي الولاية أن عمل المصالح الجهوية ستتم مراقبته بشكل دائم من أجل الرقي إلى تطلعات وآمال المواطنين. وفي أعقاب هذه الاجتماعات أدلى والي ولاية داخلة نواديب لقناة الموريتانية بالتصريح التالي. فخامة رئيس الجمهورية
خلال جميع الأنشطة في الفترة الماضية كان فم انحياز واضح لطبقات الهشة والمواطن الفقير، وهذا جل برامج الحكومة ياسر من اللي يعدل كان صالحة الطبقات. فخامة رئيس الجمهورية ما هو راضي عن المستوى اللي فات إجبار المواطن من المعاملة، وهذا أظهر في الخطاب. إذا مطلوب من جميع السلطات وعلى جميع المستويات أعلنها تبذل جهد، إياك أعلنها تتقى لديك الطموحات تحققها كاملة والله تحقق أغلبها، وهذا هو كان موضوع هذه الاجتماعات الاثنين. في إنشيري حثت الوالية السيدة طفيلة من تحاد أن السلطات الإدارية والأمنية اليوم بأكجوجت على ضرورة تسخير الإدارة لتكون أقرب إلى المواطن من خلال فتح أبواب جميع الإدارات أمام الاستشكالات والمطالب التي تريدها. وأشارت الوالي لأن ضرورة تنسيق العمل بين مختلف الإدارات داعية إلى احترام أوقات الدوام والحفاظ على الممتلكات العمومية وتقريب الخدمة من السكان في مختلف أنحاء الولاية. وفي ختام الاجتماع عدلت الوالي لقناة الموريتانية بالتصريح التالي: بالنسبة للي خلق مع المصالح الجهوية اللي أوتوف درنا معهم النقاط على الحروف كيف ما فات وعدل مع الوزراء اللي يمثلوهم هنا، وهما مصالح جهوية مديورة لخدمة السلطة الإدارية في سبيل أنهم يقدموا مصلحة للمواطن. أوتوف حثيناهم على الانضباط وعلى التواجد الدائم على في الحيز الترابي اللي هم مسؤولين عنه ويالتهم يعودوا فيه، وطلبنا منهم عن أهم ياسر من المسلكيات اللي هي الاختلالات اللي تعاني منها الإدارة ونحن شاكين منها، وانطرحت للوزارة. ومثلا هم من رؤوسهم سيشمولها هي عدم التنسيق، عدم التنسيق بمستوياته كاملها، عدم التنسيق عند بينهم هما وقطاعهم الجايين من عنده يقدي نظم مسيون ويقدي عدل رواية وهم ما حسسهم بها، وعدم التنسيق معنا نحن كسلطات إدارية. في تشجع عقد والي تقال السيد حداد إمبالي يطرى صباح اليوم بمكتبه اجتماعا بطاقمه الإداري إضافة إلى القادة الأمنيين والعسكريين بالولاية. وتطرق الوالي خلال الاجتماع إلى اللقاء الذي جمع الولايات مؤخرا مع رئيس الجمهورية والتوصيات التي عقبت ذلك والتي تؤكد على ضرورة تقريب الخدمات من المواطنين من خلال فتح الأبواب أمام التظلمات وعدم التساهل مع المصالح التي تعرقل سير العمل الحكومي. وأحث الوالي رؤساء المصالح الجهوية بالولاية على خدمة المواطن وتوفير كافة متطلباته المشروعة، مؤكدا صرامة الإجراءات التي ستتخذ ضد المخالفين للتعليمات وذلك من خلال مبدأ المكافأة والعقوبة، داعيا الجميع إلى اعتبار خدمة المواطن هي الهدف الأسمى. بدوره عقد والي البراكنة السيد الطيب والمحمد محمود صباح اليوم سلسلة اجتماعات ضمت السلطات الإدارية والأمنية وذلك في مباني الولاية بمدينة ألاقة، خصصت لنقاش مختلف القضايا التي تهم المواطنين على مستوى الولاية. وأكد الوالي خلال هذه اللقاءات أن الهدف من المصالح الإدارية هو تقريب الخدمة أكثر من المواطنين، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية التامة تجاه المواطنين وتنفيذ كافة المهام المنوطة بالمسؤولين على المستوى الجهوية. تأتي هذه الاجتماعات استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتقريب الخدمات العمومية من المواطنين والتحسين من ظروفهم المعيشية. وأدلى والي البراكنة عقب الاجتماع بتصريح لقناة الموريتانية أكد فيه أن الاجتماع سيشكل تحولا كبيرا في تعاطي الإدارة مع قضايا المواطنين طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية. يا الله ظهر لنا النظرة من اليوم تتغير والتعاطي يتغير مع المواطن. احنا الهدف من وجودنا هون هو حل مشاكل المواطنين والتعاطي معاهم بشرف، والمواطن الضعيف اكثر اولوية عندنا، وهذا فخامة رئيس الجمهورية مأكد عليه. المواطن الضعيف اللي بلا وساطة ولا متلفن فيه حد ذاك هو الاول يا الله ينخدم ويا الله نوقفهم عائلين نحلوا المشكلة. هم ما انا جايين فياك كان نعودوا والي ولا نعودوا مدير جهوي ابدي، هم جايين فياك ان نعودوا عندنا شي من المواطنين حريصين على ان نحلوا لهم مشاكلهم وحريصين على ان نوقفوا على مشاكلهم ايضا وحريصين على ان فاتحين الباب امامهم فياك يجبرونا. ما تلا مقبول على ان رقاش يظل واقف امام سلطه والله امام رئيس مصلحه جهوي انا ما رايت المدير والله ما رايت ما لا 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 هذا ما تلا مقبول من لانا فصاعدا. المهم اليوم اجتماعنا ده
لا يعود إن شاء الله انطلاقة جديدة. التطبيق ذيك التعليمات والعمل كفريق إلين إن شاء الله إلين إن شاء الله نتقدمه في اللي يختار فخامة رئيس الجمهورية، وهو الله يقدم قاع بلدنا، وهو الله يقدم مستوانا الجهوي. أتلفت السلطات العمومية مساء أمس بولاية سير الزمور كمية من المواد المخدرة أغلبها من مادة سمسم، وذلك خلال عملية تمت بضواحي مدينة زوارات. وتضم الكمية المتلفة وسائل وقطعا عفوا مخدرة كانت قد ضبطت في مدينة زوارات قبل شهرين بحوزة 3 أشخاص، وحيلوا بعد التحقيق معهم إلى سجن المدينة. حضر العملية وكيل الجمهورية في محكمة ولاية تير الزمور القاضي أحمد فال، وللمجتبى والوالي المساعد لولاية تير الزمور الوالي وكالة السيد محمد عبد الله والمحمد عبد الرحمن ومدير ديوان الوالي. بالعودة إلى كيف نظمت بعض الأندية الشبابية في المدينة ورشة مثلت الانطلاقة الفعلية لمشروع تمكين الشباب حول نشر ثقافة السلم والمواطنة ومحاربة العنف والتطرف. تستمر أنشطة هذا الموضوع لمدة 3 أشهر، تجوب خلالها مجموعة من الشباب مختلف أحياء مدينة كيف لنشر ثقافة السلم والمواطنة من خلال سلسلة فعاليات تضم أمسيات فنية وثقافية ولقاءات بالجمهور المهتم. وعلى هامش الورشة أدلى مستشار ولي الأعصاب المكلف بالشؤون الاجتماعية والسياسية بالتصريح التالي لقناة الموريتانية. يشرفني أن أحضر معكم اليوم افتتاح نشاطات مشروع تمكين الشباب من أجل نشر ثقافة السلم ومحاربة العنف والتطرف المنفذ من طرف نادي الوحدة الثقافي بكيفة ونادي الأصالة بتمويل من مشروع السماح للوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات. ويأتي هذا المشروع تكملة للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل النهوض بالمجتمع المدني عامة والمنظمات الشبابية بصفة خاصة، من أجل أن تقوم بدورها في نشر ثقافة التسامح والمواطنة وتعزيز مفهوم السلم الاجتماعي ومحاربة العنف والتطرف في صفوف الشباب. أطلقت جمعية فيد باليتال غير الحكومية مساء أمس حملة تحسيسية للمساهمة في جهود مكافحة المخدرات في الوسط المدرسي، وتنظم الحملة بالتعاون بين الجمعية وبرنامج السماحة المدعوم من الاتحاد الأوروبي. وخلال الحملة أكد الحاكم المساعد لمقاطعة طر السيد خليل أدمانجاي الدور الكبير الذي يمكن أن يسهم به الشباب في محاربة هذه الظاهرة، داعيا إلى الانخراط في هذا المسعى النبيل بدوره العمدة المساعد لبلدية أطار. أبرز أهمية جهود الجمعيات الشبابية في محاربة الظواهر المشينة رئيس جمعية فاد باليتال غير الحكومية السيد سيرا سامبا جالو تطرق لأهداف الحملة مضيفا أن التحسيس سيشمل جميع المؤسسات التعليمية في مقاطعة أطار. إلى هنا مشاهدينا الكرام نشكر يسلموا ليحفظوا الذي رافقنا بلغة الإشارة في بداية هذه المسائية. نبقى في أطار حيث احتضنت المدينة اختتام ورشة مشروع المبادرة المحلية المنسقة للتنمية المستديمة لواحات بلديتي أطار والطواف. المزيد عن هذه التظاهرة نتابعه في سياق التقرير التالي. الفاعلون في المجتمع المدني في المناطق الواحاتية من بلديتي الطواز وأطار يشاركون في هذه الورشة المنظمة من طرف منظمة تنمية في إطار مشروع المبادرة المحلية للتنمية المستدامة في واحات البلديتين، وهو ما سيمكن من دعم التعاونيات الواحاتية في هذه المناطق. يشرفنا الحضور لهذه الورشة الختامية لمشروع مبادرة التنسيق من أجل التنمية ببلديتي أطار وبلدية الطواز، وهنا لا يسعني إلا أن أشكر الاتحاد الأوروبي على هذا الدعم السخي الذي سيساهم لا شك من رفع مستوى التعاونيات النسوية بالواحات، كما نشكر تجمع منظمات الخيرية والمشرفة على هذا المشروع. عمدة بلدية أطار أكد أن هذه اللقاءات ستمكن من تطوير التنمية في المناطق المستفيدة. شرف عظيم لأني نرحب بكم اليوم على مستوى بلدية أطار في انطلاق هذه الدورة الختامية لهذا المشروع القيم، اللي لا شك على التعاونيات اللي
من ضمن بلدية طار بلدية الطواز في طار هذه الروابط على استفادة مهمة ومفيدة تدفعنا على أن نطلب من المشروع ونطلب من السلطات الإدارية على أنه يا الله يتواصل معنا بين اللي نرى على أنه فيه مصلحة لسكان مقاطعة طار. ويتدخل المشروع لدعم وتنمية المجتمعات الواحاتية. المشروع الهدف منه كان أساسا هو دعم قدرات المجتمع المدني الواحاتي على مستوى البلديات الثنتين من ناحية، ومن ناحية أخرى ملي هو خلق شراكة بين جميع الفاعلين من مجتمع مدني ورؤساء مصالح فنية وإدارة من أجل بلورة استراتيجية تنموية للواحات على مستوى البلديات الثنتين. وكانوا فيه محورين أساسيين تدخل هذا المشروع. المحور الأول متعلق بدعم قدرات الروابط والمصالح الفنية على مستوى بلدية طار وبلدية طواس، وثمر عن ذاك إنشاء إطار تشاوري في بلديات الثنتين أصبح اليوم هو الوسيلة اللي تقدم من خلالها السلطات المحلية تجبر المعلومات المتعلقة بالسياسة العامة السياسة القطاعية المتعلقة بالإنقال الواحات تنمية القاعدية الواحات. الورشة تشهد مشاركة واسعة من الفاعلين في منظمات المجتمع المدني والقائمات على التعاونيات في المناطق الواحاتية. لقناة الموريتانية محمد البلال، مدينة أطار. وفي مدينة العيون توفر شعبة الصحة الحيوانية بمدرسة التعليم الفني والتكوين المهني مجالا يتزايد الطلب عليه بولاية الحوض الغربي. وتخضع المؤسسة التعليمية لتلاميذها لبرنامج تطبيقي داخل مقر مفتشية البيطرة تعزيزا لقدراتهم في مجال الصحة الحيوانية. هنا بمفتشية البيطرة في مدينة العيون يقوم طلبة شعبة الصحة الحيوانية من مدرسة التعليم الفني بمعاينة الماشية التي يجلبها أصحابها بغرض العلاج وتقديم الاستشارات كما هو حال هذا المنمي. تلاميذي اللي جيتهم تباركوا شخصهم لي شخص اللي فيهم سولوني أنا عن اللي فيهم شنو، وتبارك ترد عليهم اللي خالق لهم وتباركوا لا يداوهم، وعقبوا قالوا لي تحرى شوي لنا نعود نداوهم له. نموذج عملياتي ضمن برنامج دراسي يتلقاه تلاميذ قسم الصحة الحيوانية لتعزيز قدراتهم بهذا المجال الذي يتزايد الطلب عليه بالولاية. اليوم طالعين هون عندنا براتيك، عندنا أيام نقراه هون براتيك وعندنا أيام نقراه هون نظري. مهم بالنسبة لنا بما أن احنا هون مدينة رعوية ومحتاجة حتى لهذا المجال ومحتاجة للأطباء البيطريين، اخترنا هذا المجال به اللي المدينة محتاجة للأطباء البيطريين وبراتيك أساسي عندنا حتى. المهنة التكوين أنا زين عندي حتى تخصص رعاوي زين، بقيت نشارك فيه لأنه البلد محتاجة لاسم البيطرة. لي أهمية كبيرة حتى باللي التطبيقي هو اللي لا يمارس فيه إن شاء الله بالميدان. ويؤكد المشرفون على شعبة الصحة الحيوانية بمدرسة التعليم الفني والتكوين المهني بمدينة العيون أهمية هذه الحصص التطبيقية التي يخضع لها التلاميذ في سياق برنامج على مدى سنتين يحصلون في نهايته على شهادة دبلوم الكفاءة المهنية. عندهم أيام يعدلوها في الأعمال التطبيقية وعندهم أيام يعدلوها في الأعمال النظرية على مستوى المدرسة. تكوينهم بصفة عامة يقبض 80% من العمل التطبيقي، هم هون في المفتشية في إطار عمل تطبيقي يقوموا به أسبوعيا، كل أسبوع عندهم 6 أيام يعدون من عمل تطبيقي ونهارين يعدون من عمل نظري على مستوى المؤسسة. هذا الهدف منه أولا بعد قاع تقوية معلوماتهم هم وتجسيدها على أرضية الواقع، ياك اللي يقرأوا نظريا له يشوفوهم اللي ميدانيا. تكوين وإعداد دفعات في مجال الصحة الحيوانية على مستوى مدينة العيون يلبي طلبا لدى ساكنة المنطقة في ظل الموارد الحيوانية لولاية الحوض الغربي. الفاغاولي الشيباني، قناة الموريتانية، مدينة العيون. بدأ الميناء المعدني للشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين في مدينة الوديب يستقبل ناقلات المعدن الكبيرة بعد انتهاء الأشغال في مشروع تجريف القنوات المائية الذي تم إنشاؤه مؤخرا. مراسل الموريتانية في مدينة الوديب يسلط الضوء في التقرير التالي على هذه المنشأة الاقتصادية ودورها في تطوير القدرات الإنتاجية للشركة.
لأول مرة في تاريخها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم تعزز القدرة الاستيعابية لميناءها المعدني في نواديبو من خلال توسيع القناة البحرية للميناء بعد عملية تجريف وصلت 18 مترا في عمق البحر. يهدف هذا المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية أكثر من 1,000,000 أورو إلى تسهيل عمليات الملاحة للسفن ومنع ارتطام قاعها بقعر المسطح المائي داخل الميناء، مما انعكس إيجابا على حركة الميناء وتمكينه من استقبال ناقلات المعدن بشكل يومي. هذا المشروع هو خطة تنموية متكاملة بدأت في زوارات منجم الحديد الخام، والحمد لله سنتين صدروا هاي البواخر من فبراير 2022، وكانت فماتيا خطة متكاملة تنموية عدة سنين في السكة الحديدية كيف قلت لكم وفي المنجم، ولكن هذا عندنا لابد أن نزيدوا له مسألتين، هي زوارق القطر، والحمد لله سنيم جابت ثلاث من زوارق القطر وتعمل الآن ومعدل السلامة 100%. بعد تجريف الميناء الذي يمتد على طول 25 كيلومترا أصبحت الملاحة آمنة داخل قناته البحرية، وبات قادرا على شحن البواخر العملاقة سعيا إلى ضمان مرور القوارب والسفن الكبيرة بأمان. تم تشييد هذه المنشأة الاقتصادية الضخمة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال الموانئ المعدنية على نحو يضمن استغلال القنوات المائية بطرق أمثل تتماشى مع الخصوصية الجغرافية والبيئية للميناء. مشروع تجريف الميناء المعدني في نواديبو الهدف من إنشائه توسيع الميناء وتعزيز الطاقة الاستيعابية لقنواته المائية على استقبال البواخر الكبيرة وتمكينها من الرسو على عمق يناهز 20 مترا في البحر. إذن هذه المنشأة الاقتصادية الكبيرة لا شك ستسهم في تطوير إنتاج الشركة من خلال تصدير كميات كبيرة من خامات الحديد نحو الأسواق الدولية. وقد شرعت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم في استغلال القناة الجديدة للميناء خلال شهر فبراير الماضي بعد أن انطلقت منه أول سفينة محملة ب180,000 طن من الخام الحديد نحو السوق العالمية. الميناء المعدني في نواديبو بات آمنا بالنسبة لناقلات المعدن التي تفوق حمولتها 200,000 طن من الخام الحديد، حسب ما يؤكد مهندسو الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم، الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تعزيز القدرة التنافسية للشركة ودخول مينائها المعدني مصاف الموانئ المنافسة في هذا المجال. عبد الودود السدنة، الموريتانية، من داخل الميناء المعدني التابع للشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم في العاصمة الاقتصادية نواديبو. ويبقى معنا من مدينة نواديبو مراسلنا عبد الودود السدنة. مساء الخير عبد الودود. مساء النور غالية. هل من تفاصيل أكثر حول طبيعة هذا الميناء وسعته وما ينتظر منه خاصة في مجال تطوير القدرات الإنتاجية لشركة سنيم لم ترد في التقرير الذي تابعنا؟ في الواقع الغالية نحن نتحدث الآن من داخل الميناء المعدني التابع للشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم، إذ نواكب لحظة بلحظة عمليات الشحن التي تجري الآن، لعلكم ترون خلفي في الصورة داخل الميناء. هذه الرافعة الكبيرة التي ترونها خلفي هي واحدة من أكبر وأضخم عمليات ورشات شحن السفن العملاقة التي يتم تصديرها بمعدلات هائلة من خامات الحديد قادمة من حقول الإنتاج في مدينة الزوالات عبر واحد من أكبر القطارات نحو
العالم. الغالية، هذا الميناء المعدني أو الميناء المنجمي الذي نتحدث الآن منه في الحقيقة شهد تطورات متسارعة ومتلاحقة خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد طفرة نوعية من خلال العمل على توسعته عبر إنشاء مشروع تجريف لصالح قنواته المائية بعمق معين يتماشى مع خصوصية وحجم هذه السفن الكبيرة التي توجد الآن، واحدة منها ترسو داخل هذا الميناء. هذا المشروع الكبير لا شك أسهم إلى حد كبير في استقطاب واستقبال سفن كبيرة وضخمة ظلت إلى عهد قريب تحتاجها عمليات الإنتاج. هذا الأمر بالفعل حسب المؤشرات انعكس إلى حد كبير على عمليات الإنتاج بالنسبة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنين. من خلال هذه المنشأة الكبيرة التي تم إنجازها تضاعف مستوى الإنتاج لدى الشركة، سواء تعلق الأمر بحقول الإنتاج أو تعلق الأمر بتطوير البنية التحتية على مستوى الموانئ، حيث أصبحت الشركة قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في الاقتصادات الدولية. الغالية، حسب كل المؤشرات وكل المعطيات المتوفرة لدينا، هذا الأمر لا شك سينعكس على مستوى الإنتاج من خلال التوقعات التي توحي بأن أو تؤكد بأن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم أسليم تسعى هذه السنة إلى تصدير ما يربو على 13 مليون طن من خامات الحديد نحو السوق العالمية. وفي الحقيقة كل هذه المؤشرات وكل هذه المعطيات توحي بأن الشركة قادمة على مستوى معين من التطور في عمليات الإنتاج، وكذلك لا شك سيمكنها من الدخول في معترك التنافس الدولي في عالم الاقتصاد. في الحقيقة شريان الاقتصاد الوطني وعملاق الاقتصاد الوطني الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنيم تمكنت من الدخول في معترك الاقتصاد الوطني من خلال هذا الميناء الكبير الذي بات يواكب الموانئ المنافسة في 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 المنافسة الدولية. شكرا. هذه المنشأة تأتي ضمن مجموعة من المنشآت التنموية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية الوادب وولاية داخلة الوادب بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، ونحن سنسلط الضوء عليها خلال نشراتنا القادمة. هناك مشاريع تنموية كبيرة شهدتها الولاية، سواء تعلق الأمر بالموانئ أو بالكهرباء أو بالمياه أو بالبنى التحتية التعليمية والصحية والإدارة إلى غير ذلك، سنسلط الضوء عليها خلال نشراتنا القادمة بإذن الله. بإذن الله. عبد الودود والسيدنا، كنت معنا مباشرة من مدينة نواذيب، وشكرا جزيلا لك. احتضنت قاعة الاجتماعات في بلدية كيهيدي أعمال ورشة مشروع بناء القدرات النسائية في مجال ريادة الأعمال، وقد تميز حفل افتتاح هذه الورشة بخطابات لمستشار والي غورغون للشؤون الاقتصادية والتنموية وعدة بلدية كيهيدي ومنسق المشروع الجهوي للتنمية، حيث أكدوا على أهمية هذا المشروع وما سيتيحه من فرص لتمكين المرأة وحضورها في المشهد الاقتصادي وريادة الأعمال. ويتدخل هذا المشروع الذي ينفذه التجمع الجهوي للتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في كل من مقاطعات كيهيدي في غورغول وبوغا في البراكنة والرياض في نواكشوط الجنوبية. نظمت لجنة مهرجان مدائن التراث بمدينة مقطع الحجار مسابقة في حفظ وتجويد القرآن الكريم ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان مقطع الحجار الثقافي والتنموي. وقد جاء تنظيم هذه المسابقة القرآنية بغاية التعريف بالمحضرة الشنقيطية ودورها في نشر العلوم الإسلامية. التعريف بالمحضرة الشنقيطية وما تزخر به من جوانب ثقافية واجتماعية تكشف عن حضورها داخل المجتمع كمؤسسة تعليمية وتربوية، موضوع استحق الاهتمام ضمن فعاليات مهرجان مقطع الحجار باعتبار المحضرة وعاء حافظا لعلوم الشريعة والثقافة العربية. يعتمد نظام المحضرة على أدوات تقليدية، منها الأدوات التقليدية هي اللي خلالها اللي ترسخ في الطالب المعلومة ولا ينساها، وجزا الله خيرا ساكنة مقطع الحجار على تسليط الضوء على المحاضرة. شاكرين المهرجان على المسابقة القرآنية اللي عدلوا تكريما تشجيعا للطلبة المحاضر.
وتشجيعا لطلاب المحاضر توصلت اللجنة المنظمة للمهرجان إلى تنظيم مسابقات في حفظ وتجويد القرآن الكريم بعثا وإحياء لما دأب عليه النهج المحضري. كثيرا ما يربط الدارسون تحصيل العلم بوجود بيئة تتوفر على مقومات الحياة المدنية، لكن المحضرة الموريتانية شكلت استثناء داخل هذه القاعدة، فقد ظلت مؤسسة تعليمية مفتوحة على مر العصور تنشر المعارف العربية والإسلامية بمختلف أصنافها في القرى والأرياف. في صباح اليوم التالي حضر تلامذة المحضرة إلى قاعة المحاضرات بدار الشباب بمدينة مقطع الإحشار لإجراء التصفيات النهائية من مسابقة القرآنية. تمت العملية وسط أجواء يطبعها التوتر والخوف لدى المشاركين. هذه المسابقة كانت منافسة في كتاب الله عز وجل، اشترك فيها 90 طالب تقريبا، اشترك فيها 90 طالب، كان المشاركين فيها 90 طالبا، المشاركين الأكبر اللي هم 53 تقريبا كانوا يتنافسوا في القرآن كامل، حفظ القرآن كامل، وخالق 32 تقريبا تنافسوا في الربع الأول من القرآن، وخالق 12 طالب كانوا يتنافسوا في الربع الأخير. أسدل الستار في هذه القاعة على مسابقة شارك فيها ما يناهز 90 تلميذا محضريا بإشراف لجنة تحكيم انضمت عددا من شيوخ المحاضر على مستوى مقطع الإحشار. 12 فائزا حصلوا على جوائز تحفيزية تضمنت مبالغ مالية وكتبا للقرآن الكريم وعلومه. محمد المصطفى، أبو قناة الموريتانية، مدينة مقطع الإحشار. مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى مدينة أطار وموضوع الاختتام ورشة المشروع المبادرة المحلية المنسقة للتنمية المستديمة لواحات بلديتي أطار والطواس، نستضيف لكم من مدينة أطار العمدة المساعد لبلدية أطار السيد الشيخ ملعينين والشيخ سعد بو. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريم. مرحبا محمد بالدين. السيد العمدة، في أي إطار تتنزل هذه الورشة وما المتوخى منها في مجال الواحات ببلديتي أطار والطواز؟ شكرا قناة الموريتانية على إتاحة هذه الفرصة. شكرا لكم. هذه الورشة كانت حول تقييم المرحلة الأولى من المشروع واختتامها وإعداد محضر يلخص المراحل التي مر بها المشروع والفوائد المتوخاة منه وإعداد المرحلة القادمة من المشروع. وللتذكير، هذا المشروع كانوا عدة منظمات مثل منظمة كاري الدولية ومنظمة التنمية الوطنية ومنظمة الفلاح المحلية قدموا دراسة للاتحاد الأوروبي للتنمية على مستوى ولاية أدلال، تنمية القدرات والتسيير والحكامة وتثمين الإنتاج على مستوى الواحات، وحصلوا على تمويل وجاءوا هون وعملوا على تمويل 18 تعاونية في 6 روابط في بلدية أطار وبلدية الطواز، وكان مشروع قيم نحن نشيد به وكان له دور مهم على الساكنة ويثمن الإنتاج المحلي على مستوى الواحات. سيد العمدة، دعني أسأل، ما المجالات أو ما هي المجالات التي تطرقت لها الورشة، وهل من توصيات خاصة فيما يتعلق بدعم وتثمين الزراعة تحت النخيل؟ المجالات التي تطرقت لها الورشة كما قلت، الورشة كما قلت هي أولا إعداد تقرير حول المراحل التي مر بها المشروع وما هي الأهداف المتوخاة منه وما هي القضايا التي يعمل فيها. أولا هو يشتغل في مجال الواحات خاصة التعاونيات النسوية ويثمن الإنتاج، وقد تعاون مع عدد هام من التعاونيات في إطار الزراعة وتنمية الماشية وزراعة الخضروات، إذن كان له دور مهم. والمتوخى منه هو تنمية هذه التعاونيات وتثبيت السكان في أماكنهم وإيصال ضخ أموال في هذه الساكنة في هذه القرى من أجل الحصول على إنتاج أفضل
وعلى أموال تساعدهم في مراحل كل التوفيق وكل الشكر لك السيد الشيخ من عنين والشيخ سعد بوها العمدة المساعد لبلدية تطار، كنتم معنا من مدينة تطار، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات. خلال اليوم الثالث من أيام واديب للمسرح، نظم القائمون على المهرجان دورة تكوينية لصالح عدد من الشباب الفاعلين في مجال المسرح بإشراف مباشر من مؤطرين وطنيين ودوليين. نزيد عن هذه الدورة نتابعه في سياق التقرير التالي. تتواصل على مستوى العاصمة الاقتصادية أيام واديب لمسرح الهواة وسط مشاركة كبيرة من المسرحيين في ولايات الشمال. وفي هذا السياق احتضنت قاعة مركز المعرفة للجميع دورة تكوينية لصالح عدد من الشباب الناشطين في المجال حول إعداد الممثل الناجح. التكوين للشابات وللشباب أنا أحتسب عنه رسالة للمجتمع، وعنه يعاون الآباء والأمهات والجيران والأخوت، وإحنا مشكلتنا الأساسية هو عن مجتمعنا يتحضر مجابهة المشاكل اللي عنده اللي معروفة، مشاكل الفقر، مشاكل الجهل، مشاكل الأمن، مشاكل الاستقرار، مشاكل المدرسة، مشاكل الصحة، وهذا ما يقدر يصح ما هو تكوين الشباب. وعلى هامش هذه الدورة تحدث القائمون على هذا التكوين عن أهمية المسرح ودوره في تثقيف الشباب وتحصينهم ضد المسلكيات الضارة في ظل التحديات التي تفرضها العولمة. الأهداف متاع الورشة هو تعامل الممثل مع الفضاء وتعامل الممثل مع جسده في بناء الشخصية المسرحية. كما قلت الورشة تدوم 3 أيام تتوج بعرض مسرحي صغير في الاختتام إن شاء الله. وقد ثمن العديد من الشباب المشاركين من مختلف مدن الشمال هذه التظاهرة، مؤكدين على ضرورة مواصلتها سعيا إلى تكوينهم وفق المناهج المعمول بها في مجال المسرح. واليوم تاحت لنا الفرصة أن نشارك في هذا التكوين اللي معدل من طرف بلدية واديبو، واستفدنا منه واستفدنا منها أولا حركات الممثل اللي يلصه واللي عدل، واستفدنا منها عن الممثل عنده ياسر من حركات يلصه يعدل، ونحن قاع كانت فايتتنا واستفدنا. ويتوقع أن يشمل هذا التكوين عديد الشباب الناشطين في المجال خلال مهرجان واديب للمسرح الذي تنظمه فرقة واديب المسرحية هذه الأيام في العاصمة الاقتصادية. ابتكر أحد مزارعي مدينة روسو طريقة جديدة في مجال الري أقل تكلفة وأكثر مردودية. القرية تتلخص فكرة هذا المزارع في العمل على تركيب مضختين على ماكلة ضخ مياه واحدة لضمان كمية مياه أكثر. الحاجة أم الاختراع كما يقال، وبقدر بذلك تكون النتيجة الإيجابية. هكذا طبق المزارع والمهندس مولاي المهدي والمولاي عمر قاعدة رياضية جديدة قوامها 1+1=1، وذلك باختزال كلفة طاقة مضختين تستهلكان الوقود بنهم إلى كلفة طاقة مضخة واحدة. جاتني فكرة ولا أرزقني مولانا زاد بفكرة أعلن تكلفة غزوال هي من أكبر التكلفات، معناها تمشي إلى 25% من كلفة الإنتاج تمشي في غزوال. جاتني فكرة أعلني ذي الماكينة اللي نعمله أعلنها قوة، عندها قوة هائلة، ولين خرست المتوفر من المعلومات هي عندها قوة تقدر ب 17.8 كيلوات، وهي دور مضخة يمكن تكون ذلي عليها من الكتابات تغير به الارتفاع، ارتفاع مستوى سطح الأرض عن المياه. وبفضل هذا التدبير في زيادة استهلاك المياه وترشيد كلفة الإنتاج، استطاع المزارع مولاي المهدي أن يجتاز عقبة الماء وأن يزيد في مردوديته الزراعية من الأرز والخضروات. بالتالي جاتني من ذيك الحالة فكرة أعلن هذه الماكينة قد تدور بومبين، ودرتها عليها وبدأنا في استغلالها طبعا كتجربة، استغليتها في مزرعتي الخاصة. من بعد علمت بها قومي المزارعين والفنيين وعدلنا عليها ورشات، وكان ذاك
ذوك الورشات جابوا نتائج على انها ديمومة الماكينة ما هي لها يتأثر عليها، بالتالي قوة الماكينة ما فات وعملت كاملة. هذا الاختراع شارك به المزارع في عدة معارض زراعية ومائية على المستوى الوطني والخارجي. الماكينة تم عرضها في معرض تنبدغة الماضي وعرضناها لفخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني وأبرز إعجابه بها من اللي شرحناها له مطولا، وكنا هذو الأيام الماضية اشتركنا في المعرض العالمي للمياه في دكار وفللوا ضرك نهارين يوم 26 هو آخر نهار فيه، وقدمناها للمشاركين في المعرض وثارت إعجاب ياسر من المشاركين في المعرض. هو إذن ابتكار في صميم المهمة ومن وحي الحاجة، استطاع المزارع ملاي المهدي والملاي عمر أن يستفيد منه وأن يشارك الاستفادة كل مهتم بالمجال، وفضلا عن هذا وذاك هو استغلال ناجع للمقدرات الوطنية الهائلة في المجال الزراعي وتوفر المياه مجانا للمزارعين، ووحدها الإرادة والتوق إلى التميز هي الفيصل والمحك في صنع الفارق. ودائما في مجال المبادرات الفردية، حيث يشتهر الحسين والعبد الرحمن كأب أبرز فني إصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية بمدينة كيهيدي من خلال ورشته التي يعمل فيها منذ سنوات والتي تستقطب العديد من السبناء. المزيد عن هذه التجربة نتابعها في سياق التقرير التالي. هذه واحدة من أقدم ورشات إصلاح الأدوات الكهربائية المنزلية بكيهيدي، استلمها ابن المدينة الحسين والعبد الرحمن من والديه ليواصل مشواره كتقني متخصص في إصلاح الأجهزة الكهربائية الصغيرة. هذه المهنة أجبرت والدي عدلها، وكنت نقرأ وقات الفراغ ونين ننقص نشي نتابع معه، تعلمتها بالفطرة يعني لا عند الوالد وتو، ولحقت البكالوريا أقبت أجبرت ذاتي في المهنة اللي هي والله أجبرت تبارك الله مهنة شريفة وداخلها ما لا بأس به. بالإضافة إلى إصلاح موديلات أجهزة الراديو والتلفاز العتيقة، يبرع الحسين كذلك في معالجة أعطاب الموديلات الحديثة، فضلا عن بعض الأجهزة الكهربائية الأخرى تماشيا مع حاجة وطلب الزبون. أولا بدأت بالراديوات، هي مهنة الوالد كانت، الحمد لله يطول لي في عمره على قيد الحياة مزا، وتعلمت الراديوات، من الراديوات طورت الثاني طور راسي تلفزات وردنا التيارات شوي ومحولين الطاقة، جات الطاقة ونعدلوها نركبوا الطاقة ومحولين الطاقة وفنتلترات وجاءوا شيارات الماء نعدلوهم هاك فهمتوا، وتطورنا وجاءوا كربزات والأدوات المنزلية الكهربائية منها كاملة نعدلوها. يقتصر مصدر دخل الحسين على هذه الورشة العريقة التي يعتمد عليها في إعالة أسرته وتسيير شؤونه ماديا، مستغلا تاريخ الورشة وشهرتها في المدينة. الحمد لله المهنة تبارك الله مع دلالي اكتفاء ذاتي الشخصي لآئلتي الحمد لله، ومعايا الحمد لله تركي يقرأوا قريهم مدرسة حرة خلص عليهم تبارك الله منها وعايش منها تبارك الله إيشة متميزة إيشة تبارك الله رخاهنا الحمد لله رب العالمين. جينا ناس من البوادي عندنا تبارك الله ناس تثيق فينا، جينا من البادية نعدلوا لها أدواتها اللي تخص الطاقة اللي تشغلها البادية. لا تقتصر ورشة الحسين على إصلاح أجهزة الراديو والتلفاز فقط، بل تتفاوت نوعية وأحجام الأجهزة التي يجلبها الزبناء للورشة من أجل إصلاحها، وتختلف طبيعة أعطابها، كما تعرف الورشة إقبالا لافتا مع اقتراب شهر رمضان المبارك. جئت صباح اليوم لإصلاح تلفاز المنزل، كما تعلم شهر رمضان على الأبواب ولا نريد تفويت البرامج الرمضانية الغنية بالفائدة. أنا قادم للتو من قرية بضواحي كهيدي من أجل إصلاح مذياعي الذي يؤنسني أثناء رعي للماشية. من خلال هذه الورشة الصغيرة يسير الحسين على خطى والده مهنياً،
ويحافظ على إرثه، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة الطيبة وحسن المعاملة مع الزبناء. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. نظم حزب الرفاه في بلدية تامورتن عاش التابعة لمقاطعة المصرية بولاية تقالة تظاهرة تضمنت تشييع مقر جديد للحزب في البلدية. وتضمنت التظاهرة مهرجانا جماهيريا تحدث فيه أعضاء الحزب عن الإنجازات التي تحققت في البلاد منذ تولي رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم في البلاد. وأشاد المنظمون لهذه التظاهرة بمضامين الخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية أمام الدفعة الجديدة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وما تضمنه من توجيهات حول تقريب الإدارة من المواطنين. وخلال هذه التظاهرة تطرق رئيس الحزب للأهداف من تنظيم هذا اللقاء مركزا على أهمية امتثال توجيهات رئيس الجمهورية في خطابه الأخير. أول هذه الإنجازات هو نوع من التراحم ونوع من اللحمة ونوع من التفاهم ونوع من الحوار الهادئ اللي خلق ما كنا نشهدوه في الفترات الماضية، ولا هي فترة واحدة، بجميع فتراتنا الماضية دائما يعود الموالين للنظام على زر، واللي ما هم على النظام في حرب طاحنة، وهذا عرق للتنمية، أثر على التنمية عندنا، وأثر على وحدتنا الوطنية، وأثر حتى على نمو الديمقراطية اللي احنا تسمح لنا الآن بعنا نتكلم قدامكم. هذا أيضا التلاحم وهذا التلاقي كان بمثابة معجزة، لأنه لو كان جات أزمة كورونا وإحنا ذاك من التشادي وذاك من التناثير وذاك من الطاحين بيناتنا، كانت لا تعود الأمور صعبة علينا. جات الحمد لله فترة كورونا ذاك الهدوء الاجتماعي والسياسي اللي يجعل عن الناس كاملة تتعاون عليه وتعتبر عنه قضيتها وعن يلا تتواجه وتواجه مخلفاته بشكل موحد وبشكل يعود ما يأثر تأثير كبير، طبعا لا يأثر غير ما يعود يأثر تأثير كبير على الوطن ولا على ساكنته. ارتفعوا فترة ورقم هذه الأزمات رواتب المتقاعدين بدرجة تعتبر من أكبر اللي قد خلق لهم، من أكبر نسبة قطر ارتفعت، والمتقاعدين زيادتهم أفضل بالنسبة لهم زيادة الموظفين. لماذا؟ لأن المتقاعدين تقريبا اللي من زال من محي من استقلال موريتاني خالقين، إذن عادوا شريحة كبيرة من المجتمع ومتفرقة في جميع أنحاء البلد، واستفادتهم لا يتعود أكثر شمولية وأكثر انتشار وأكثر استفادة منها المواطنين، ونوع من المواطنين هم اللي عادوا ضعاف لأن ما تلاقوا يقدروا يشتغلوا ويبذلوا شيء، ونتيجة لها تكون استفادة كبيرة. ختام مسائيتنا لهذه الليلة مشاهدينا الكرام، نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئاسة الجمهورية تصدر مرسوما بتعيين السيد محمد البلال مسعود وزيرا أول. وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية تنظم ورشة حول التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تهزر تضع حجر الأساس لمرافق خدمية تعليمية وزراعية في ولايتي الأعصاب والحوض الغربي. شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل. شكرا كذلك لمستمعينا عبر الأفلام، إلى اللقاء.